والله العظيم ما كملوا لي، قلبي يبكي على الوضع اللي نحن فيه. والله واحدة منهم قالت لي احنا عندنا 3 شهور ما كناش لحم. وانا عايط مش معقولة. وانا عايط هذا واقع، واقع مر، واقع احنا مسؤولين عليه الكل، لكن الدولة 3 سنين التو الوضع هكا. العياذ بالله، العياذ بالله، العياذ بالله. راجل امين الله، ابيض ومربرب والنور والايمان بيشعوا من وشه كده. صلاة النبي احسن. واش يعطانا المرتبة الاولى باش نوليو رؤساء باش نخدموا الشعب؟ يا سلام على التقوى. وباش ان شاء الله نمشيو الى الامام، والله ولي التوفيق. حيعيط من الايمان والتقوى.